برجر اللحمه وصوصاته. الصوصات دايما من الحاجات اللي دايما بنحب ناكلها مع البرجر، بتدينا طعم مميز قوي. واختار النهارده اتنين، صوص الرانش وصوص الحار. الناس بتحب الاكل سبايسي كتير، انا عارف انا واحد منهم، فلازم نعمل حاجه مميزه قوي كده احس بطعم الساندوتش. قبل كل الكلام ده عندنا برجر بوميت. البرجر هنا بيتميز ان عشان تعملي قطعه برجر كويسه بتحتاجي لحمه مفرومه، بتحتاجي بابريكا وتوم ولون احمر وشويه حاجات في حاجات كتير كده من ضمنهم الفول الصويا. النهارده بوم ميت موفرنا ده من غير فول صويا. الطعم بيبقى مميز قوي امتى؟ لما بتكون لحمه البرجر من الكتف، وهنا البرجر بتاعنا معمول من اللحمه دي، معلوش مواد حافظه متغلف زي ما احنا شايفين. الموضوع هيبقى بعد ما نسويها نلاقي قلب واحده البرجر كده مستوي كويس، وهتكون طريه مش هتكون ناشفه. هفتح كده ادي قطعه البرجر بتاعتي، هطلعها من الفريزر، هو هيجي لك مجمد لحد البيت. هنفتح كده القطعه ونحط طاسة على النار، وعندنا الطاسة الجرانيت دي من الحاجات اللي ما بتلزقش فيها الزيت، كويسة جدا. هتلاقوا طقم الحلل ده كمان في سفرة، طقم الدبابة يعني حاجة كده يعني، بصوا مريحة جدا في التسوية. هعمل كده، سخنت الجريل بتاعي وحطيت شوية الزيت، أو واخد بقى قطعة البرجر وهتلاقوها متغلفة بالشكل ده عشان ما المس اللحمة بإيديا، عشان لو بعمل أي حاجة تاني في البيت. طلعها بقى كده، وأقوم ساحب حتة البرجر حاططها على الجريل المقلم ده عشان تطلع مقلمه كده وطريه وتكون في منتهى الجمال. افتح اطلع، مهم قوي ان انا بس افك التجميد بتاعها. وعشان تفك التجميد لو احنا ناكل برجر مثلا النهارده، فهنطلع الطبق من الفريزر من قبلها في يوم ونحطه في الثلاجه ونسيبه يفك براحته. بلاش ان احنا نحط اللحوم او اي حاجه تحت الميه عشان تفك، خلينا نطلع كده ونفك بالطريقه الصحيحه يعني. طلع كده، اسحب قطعه البرجر بتاعتي واقوم حاططها على الزيت، واسيبها بقى ايه تستوي براحتها كده على نار هاديه، معليش النار قوي عشان ما تتحرقش وتطلع مظبوطه. واسوي ثلاثه وارجع اسوي ثلاثه. ايه بقى موضوع الصوصات وازاي هنعملها بطريقه بسيطه قوي؟ هتجيبي عندنا اول صوص هو صوص الرانش، عندي كوبايه من المايونيز مع نص كوبايه من اللبن الرايب ونص كوبايه زبادي، معلقتين كبار من البقدونس المجفف، معلقتين كبار من الشبت المجفف، ملح وفلفل اسود. هنجيب منين بقدونس مجفف وشبت مجفف لو احنا عايزين؟ هتجيبي في البيت الحزمه تحطيها على صينيه، او اللي يتبقى منك من اي اكله تفرديهم على صينيه وتدخليه من الفرن. هتشغلي الفرن وتعليه قوي، وبعد كده تفصلي الفرن وتحطي الخضره على صاج وتدخليها الفرن وتسيبيها ساعتين ثلاثه، هتلاقيها نشفت. ده احسن من احنا نشرها في الشمس ويجي عليها تراب وكل الكلام ده. مش عايز اعمل كده وعندي ميكرويف في البيت، حلو قوي. هحط على طبق ينفع يدخلش الميكرويف الخضره بتاعتي، واشغل الميكرويف عليها شويه، هبص الاقي المايه نشفت خالص من الخضره، وابتدي افركها زي ما انا هعمل دلوقتي كده، هتطلع معايا مظبوطه جدا. صوص الرانش هنا المفروض بيتعمل من الكريمه الحامضة، بس انا غالبا يعني الكريمه الحامضة ما بتبقاش متوفره كتير، فهنحط بدلها زبادي ولبن رايب. يعني ده الزبادي واللبن الرايب هم هنا بديل الكريمه الحامضة. سبت انا قطعه البرجر بتاعتي كده، بصوا يعني ايه مش بتاخد وقت خالص، هتريحك في البيت ان انت تعملي ساندوتش سريع كده، حاجه سريعه. وبعد كده نروح نعمل الصوص. عندي المايونيز، هنزل بقى في بوله كده، وقلنا احنا ممكن نستبدل الكريمه بالكريمه الحامضة، يعني هنستبدل اللبن الرايب والزبادي. عندنا ده موجود ماشي، عندنا ده ماشي، كله هينفع ويعمل الصوص مظبوط قوي. وعرفنا ازاي ممكن نجفف الخضره بتاعتنا ونحتفظ بيها. هنزل دول كده، بعد كده ادي البقدونس اهو. بصوا بقى البقدونس انا بعد ما عملته زي ما انا قلت لكم كده، اقوم عامل كده بالشكل ده وافرك كده، وانزل بقى ايه حاجه انا عاملها في البيت على الصوص بتاعي. الشبت نفس الموضوع، وبعد كده هجيب مضرب سلك واقلب بقى ايه الصوص مع بعض. ممكن احط شويه ملح وفلفل كده يظبطوا لي الطعم شويه، واعتقد ان الصوص ده بيكون سعره غالي قوي، فاحنا المفروض احنا بنعمله دلوقتي كده يعني تكلفته مايونيز. واحنا قبل كده عملنا المايونيز في حلقه، ولو عايزين الطريقه هتلاقوها على صفحتي، صفحه الشيف محمد ابراهيم بالعربي والانجليزي، كل الوصفات اللي بتنزل في البرنامج هتلاقوها عليها. ناخد بقى شويه ملح وفلفل وكده. انا ايه معايا قطعه برجر ممتازه جدا، معلهاش مواد حافظه، معايا صوص في البيت زي الجاهز معلوش مواد حافظه برده، فاحنا كده بناكل ولادنا حاجه ممتازه جدا يعني. وبكده عملنا اول صوص. الصوص الثاني بقى وهو بقى الصوص المميز قوي الحار، الناس الاكيله قوي اللي بتحب الاكل الحراق، ازاي بقى نعمل صوص حراق قوي يكون طعمه مسكر وحلو؟ احط طاسه على النار تسخن كده، واقوم نازل بشويه زيت، واروح على المكونات الاول قبل ما نضيعها. بس عندي كوبايه من المايونيز، نص كوبايه من
الزبادي، نص كوبايه من الفلفل الحار، معلقه عصير ليمون، معلقتين كبار من هريسه الشطه، وملح وفلفل اسود. حطينا الزيت، ناخد بقى الفلفل الحامي وننزل بيه على النار كده ونقلب. طبعا دي لازم تشغلي الشفاط عشان الناس اللي عندها حساسيه او ريحه الشطه دي هتبقى صعبه قوي يعني. بعد كده هحمر وانزل بهريسه الشطه معاهم، وادي تقليبه تاني. بعد كده هطفي الكلام ده بعصير الليمون، معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره كده او معلقتين صغيرين فلفل اسود. هرفع بقى الفلفل من على النار بالشكل ده، واقوم جايب بوله واقوم نازل بيها واسيبه بقى يهدى شويه كده. الموضوع ده بيكون حراق قوي يعني، فالشفاط لازم يكون شغال. هفرد دي واقوم بصوا بقى رايح على البرجر بتاعتي. قطعه البرجر اهي خلاص كده استوت، وقلبها هيكون طري قوي، مش محتاجه بقى. عايزين عايز اقول لكم يعني زي الاماكن كتير قوي بتقدم البرجر بامتياز، نفس القطعه بالظبط. واروح بقى على الطبق اللي فيه ست قطع من البرجر تاني، واقوم مساوي بقى الباقيين عشان انا بعمل الصوص التاني، يبقى الاكل بتاعي جاهز ما خدتش وقت. الناس بقى اللي ما عندهاش وقت تعمل اكل، جربي ده ومش تندمي يعني. بالصوص طبعا نزل بقى كده كله، وارجع اكمل بقى الصوص الحار ده هعمله ازاي عشان نضيع بقى ايه الشطشطه دي ونهدي على معدتنا شويه. محتاجين نحط زبادي. الزبادي هنا هدي لي النار شويه بحيث ان لو حد بيحب الشطه بس بطنه بتوجعه شويه فايه ما يبقاش زعل مننا يعني. بعد كده في المايونيز، واقلب بقى الكلام ده كده مع بعض. بصوا بقى ايه يعني، حاجه تفتح النفس دي قليله. ممكن اكل 3 4 سندوتشات مش هشبع، هاكل لحد ما ايه لحد ما الاكل يخلص. قلبنا كده، هنروح بقى نكمل تسويه البرجر بتاعتنا. وادي كده الصوص ده عندنا، وده سفره بصراحه موفره لنا كل ادوات المطبخ. اللي عايز بقى يكمل مطبخه، عايز اي حاجه من الادوات بيشتغل بيها هيلاقيها في سفره. هنسوي بقى البرجر بتاعنا ونرجع نكمل مع بعض. سوينا كده البرجر بتاعنا وعملنا صوصات، تعالوا بقى نقفل السندوتشات زي الجاهزه بالظبط. اول حاجه هجيب العيش، وانا عندي مايونيز خاص طماطم جبنه شيدر بصل على حسب الحاجه اللي انا محتاجها، وعندي مايونيز ساده. هاخد معلقه الاول من المايونيز الساده احطها على اللقمه عشان اثبت الحشو اللي انا عايز اعمله ده كله. بعد كده هاخد الخس الكابوتشي احط بينه كده، وخلينا نبدا صوص. خدت طماطم، البصل هنا اختياري لو انا عايز احط او لا. بعد كده عندي الجبنه الشيدر، وهاخد قطعه الجبنه بعد ما احط الطماطم كده واقوم حاطط عليها قطعه الجبنه، واخد بقى قطعه البرجر بتاعتي بالشكل ده كده احطها عليها، واخد العيش. دايما البرجر لما يتعمل بالكتف بيكون طري قوي، وعشان يكون طري بلاقيه من جوه كده جوسي، ما بيكونش ناشف او ما بيكونش اتفتت بقى وعمل شكل غريب. هاخد الرغيف بتاعي بعد ما اعمله كده، واقوم جايب السكينه عشان نشوف شكل العيش او البرجر بتاعنا من جوه. ادي الشكل زي ما احنا شايفين كده، يعني حاجه ايه زي الجاهزه، يمكن احسن كمان، معلاش مواد صناعيه، معلاش فول صويا، عارفين هي معموله فين، لحمها جاي منين ومعمول ازاي. بعد كده هجيب لقمه تاني واروح بقى على الصوص الحار بتاعي، نفس الموضوع. هاخد بقى من الصوص الحار نفسه بدل المعلقه المايونيز اللي في الاول، احط كده في النص عشان تبقى اللقمه نفسها كلها مظبوطه بنفس الطعم. بعد ما احط الصوص، خس، طماطم، بصل، ممكن احط خيار مخلل لو انا عايز، او لو انا مخلي الخيار سريع عندي في البيت. بعد كده هاخد قطعه الجبنه الشيدر عليهم، معلقه من الصوص تاني، اخد بقى اللقمه واروح عند الصوص كده حاطط شويه كمان. بعد كده هروح عند قطعه البرجر اسويها بقى بالشكل ده، وعشان تبقى هايله كده ومظبوطه اقوم واخد الصوص ونازل على الوش كده. يا سلام بقى لو عامل شويه بومفريت جنبها كده، واقوم حاطط كل الكلام ده هنا كده، وادي كده الساندوتش بتاعي جاهز. بعد كده هنروح على صوص الرانش وناخد معلقه منه في الاول كده، نفس الموضوع. الخس والطماطم هنا ملازمنا في كل حاجه، والخيار المخلل طبعا برده اختياري. بصل هاخد شرايح كده، وتكون البصل شرايح البصل دي رفيعه ما بتكونش سميكه قوي. بعد كده الجبنه الشيدر هنزل عليهم، واقوم واخد معلقه من الصوص، والصوص ده احطه في الثلاجه تقريبا يقعد له اكتر يعني اسبوع حلو قوي. قطعه البرجر، وخلينا بقى نقول
قصة البرجر ده واللحمة الأنجوس اللي معمول منها البرجر جات منين وازاي. اسكتلندا هي صاحبة السلالة بتاعت لحمة الأنجوس، واللي كان فترة كده جات فترة من الوقت اسكتلندا منعت التصدير بتاع السلالة دي، واللي كان عايز ياكل لحمة الأنجوس أو ياكل البرجر ده كان مضطر إنه يروح اسكتلندا، والنهاردة بوم ميت موفره لنا في مصر وكمان لحد البيت. وبكده عملنا البرجر وعملنا الصوصات بتاعته، عايزكم تجربوا ده وتسيبوا لي رأيكم على صفحتي، صفحة الشيف محمد أورين بالعربي أو على PNC.